إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى. يموت المداوي والمداوى ومن طلب الدواء، ويموت أيضا من باعه ومن اشترى. إخوتي إخوتي الإيمان والإسلام، مسك الختام، وكما بدأنا نختتم وتكريما لهذه الروح الكريمة التي صعدت إلى رب كريم، نعيش مع خير كلام لا يمل سماعه، وصوت يترقب الكل استماعه، مع القارئ الذي أحب عباد الله فأحبوه، تواضع لهم فرفعوه، وفي قلوبهم أسكنوه، ولسماع القرآن بصوته الشجي عاشقوه، ملك المقامات ومحرك القلوب، فخر قراء جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب، فليتفضل فضيلته مشكورا مرهورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا. صلى القبول لنا ولكم ان شاء الله ان شاء الله. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يوم والمدار
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. تشرف يا عم احمد. الله يبارك فيك. ليله كلها نور يا دكتور عباس. ربنا يكتب عليك يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربي مآبا. يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق سيدنا محمد رسول الله. فمن شاء اتخذ إلى ربي مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. مرنا انت تالت او رابع طلب عايز ايتين وشوط البلد ما اختار بقى يا كده يا كده لا ما اختار كتير العبره ولا البلد الحجم الاثنين لا لا ما ينفعش اثنين لا يا دي يا دي معلش اعمل ايه بس ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لا عبرة لا عبرة لا عبرة لمن يخشى إن في ذلك لا عبرة لمن يخشى أشد خلقا أم السماء بناها بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء
السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة يسألونك
يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر الله 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 إنما أنت منذر بدر بن عمر بس كده ربنا يفيد عليك يا رب إنما أنت منذر من يخشاها معلش المره الجايه ان شاء الله معلش كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد لا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ صلى الله عليه وسلم الله يحفظك يا مولانا
عايش تحرمنا من الكلام ده بقى، عايش تحرمنا يعني سيدنا محمد رسول الله. حلو كده قوي. زعلان اهو، زعلان. اقرا باسم رب بك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ اقرأ وربك الأكرم. حسسناش بذنب بقى، الله يبارك لك، حسسناش بذنب. اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما عالم. صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله كم أعطى وكم وهبا، من فضله شرف الإنسان بالأدباء، واختص من خلقه نفرا بقرآن يهدي به من إلى الإسلام قد رغبا، لا يقرؤون سوى نص الكتاب وما روت أئمتنا عن أفضل النجبا، فطوبى لمن تلاه حق تلاوته، وكان لمواضع الإحفاظ والإظهار والإكرام متمكنا، ولكلماته محققا، ولحروفه مفخمة ومرققة، وهنيئا لمن استمع إليه وكان لسماعه متعظا متدبرا. حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمد، وكفى ختم الكتب من الإسلام. ختمت هذه الليلة القرآنية المباركة، ختمت بنداء من العلي القدير إلى حبيبه النذير البشير، تلاه علينا ذلكم العالم القرآني وفخر قراء جمهوريه مصر العربيه فضيله القارئ الدكتور عبد الناصر حرب، ملك المقامات ومحرك القلوب، قارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي، والقارئ الذي دائما يمتعنا في الامسيات الدينيه وفي قران الفجر عبد الراسل موجات اذاعه القران الكريم، ابن محافظة الغربية والمقيم بمدينة القاهرة. نقلت وزيعة على مسامح حضراتكم من احدى وحدات الاذاعات المحلية من داخل معرض الفني للإنارة الحديثة واضخم محطات ديزل، فتطلب من اولى وكبرى وفخر فراش المحافظة الغربية ومركز الصمت، اصحابها متوكلين على الله، أولاد المهدي إدارة المتوكل على الله الباشمهندس خميس المهدي مقيم بتوخ مزيد مركز الصمتة. كان معنا من أسرة التسجيلات الصوتية والفيديو مهندس ناصر الخطيب المقيم بتوخ مزيد مركز الصمتة. إخوة اليمين والإسلام في ليلة عزاء وتكريم المغفور لها بإذن الله تعالى، حرم المرحوم عم الحاج محمد عمارة، تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة عائلات عمارة وأقوى
أقاربهم وعن سابهم. تقدمون بخير الشكر والتقدير إلى كل من تقدم إليهم بالعزاء، كما يتقدمون بخير الشكر والتقدير إلى كل القيادات الشعبية والتنفيذية وعلماء الأزهر والأوقاف وأعضاء مجلس النواب، كذلك العمد والمشايخ والأعيان والسادات ورؤساء الهيئات القضائية ورجال النيابة العامة ورجال المحاماة الذين حضروا معنا بتقديم واجب العزاء، فشكر الله لهم وشكر الله سعيهم. خط اليمين والإسلام، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله.